السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منا. لا تنسى الضغط على اللايك لتشجيعنا على عمل كل ما هو جديد. عليكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه. لا تنسى عمل اللايك الآن. سيدة أعمال، مطلقة، متفتحة، تكره الكذب، شخصيتها قوية، ذات رأي مستقل، تحب السفر، حساسة أحيانا، حنونة، تحب الاستقلالية. بدها رجل جاد، صريح، صارم، ذو شخصية أقوى منها، حازم جدا في قراراته، مثقف، وسيم، محب للحياة والسفر. أرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منا. ولو لسه ما اشتركتش اشترك الآن. هي إنسانة طموحة، تحب العمل والحياة، تحب الأجواء الكلاسيكية الهادئة، الشموع، الهدوء، الرقي. تبحث عن رفيق للدرب، يكون رزين، طيب، شهم. أهم شيء الجدية. أرجو كتابة مواصفاتكم في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منا. واللي لسه ما اشتركش يشترك الآن ليصلك كل جديد. ولا تنسى اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.